اهلا وسهلا بكم في صبرير. الشياح يا جماعة، الشياح خويا، تونس بلد السياح ولا تونس بلد الشياح؟ لا ثم ماء، لا ثم حليب، لا ثم سكر، لا ثم روز، لا ثم جازوز، لا ثم بشكوت، لا ثم دجاج، ثم كان الشياح. دخلت العطار قلت له اش عندك؟ خلي انت اش عندك؟ قلت له شبيك مسكر الصباح؟ قال لي الشياح. مش نحل نبيع الشياح انا؟ حتى في الفضاءات الكبرى والرفوف اشتراها فارغين، كل شيء وفاء. شعب يقول لك الحكومة ما عبتش، والحكومة تقول لك نحن نعبيه، والشعب يفرغ، والرئاسة قالت لك محتكرين بائعين ضمائرهم سيحاسبهم الشعب والتاريخ. يحاسبهم انت سيد الرئيس، حاسبهم انت سيد الرئيس، الشعب يحب ياكل مش يحاسب. راه ليش نيل فضايح؟ تونس ولات هكا؟ الحليب نشري فيه بالباكو، الماء بالدبوزة، السكر بالرطل، القهوة بال 200 جرام، الطماطم بالمغرفة، الدلاع بالبرج. علاه خويا عندنا حرب؟ عندنا الكوليرا؟ هبطت قنبلة ذرية في باب عليوة؟ اش عندنا اسم الله العظيم؟ كيما انا لاباس، خشبينا هكا بريك نفر الضرب. لا برجلية ياسر ميزيريا في تونس الجديدة بصراحة. والله لا ياسر، ياسر كبي. شفت ما هو، شفت ما هو كي تهمش الفلاحة؟ شفت كي الفلاحة تهرب وتهمشوا؟ ها هو الدرس قدامك. كي ما تزرعش ما تلقاش ما تاكل. كي نحن بلادنا كنا معروفين باللفت السكري. تو ها خويا السكر نشريو فيه من الخارج، ما ننجو فيه شيء. وهي حتى الدولة ما عادش تنجم تشري كما قبل المواد الاستهلاكية من الخارج عاد. توا المزودين الكل يحبوا يخلصوا معنا بالمسبق. ما أمك صنافة قاعدة، قال شي سيد مصنفيننا قلابين. لا مصاطت الأمور بصراحة. حتى باش نشري شوية عسل حر نحلي به ما لقيتش البياع، قال لي السكر مقطوع. وبناتنا بناتنا حتى المواطنين يلزمهم شوية وعي برجولية. تو تسمع بالعطار جاب الحليب، تمشي انت وولدك وبنتك واخوك وولد خوك وولد اختك باش كل واحد يروح بزوز باكويت حليب فقط. يما خمم في غيرك يا عاشك. ما دخلت انا لدار واحد قريبي هنا، لقاهم خبي 10 كيلو سكر في الكوجين. باش قام قلت له مخزن 10 كيلو سكر مقطوع؟ قال لي سكر مقطوع. الواحد يسمع يقرا حساب. والله قلت له مقطعته كان نديهم ذلك، والله حرام عليك. مخزن 10 كيلو سكر شو بتعمل به؟ بتشحر بهم المخارق؟ محتكر السكر ونحن مغرفه ما لقيناهاش. اما شيح اخويا شيح، لا ماء لا جازوز لا سكر لا سيدي زكري. قال لك هكاك، قال لك حتى الواحد قال لك يمدوا بالوجوه. يمدوا بالوجوه. ما صارت لي حادثه هذه واقعيه. ما نهار لحد دخلت الحماصه نلقى البياع هكا عاتي بظهر هكا ويرصف في الدخان ما شافنيش. قلت السلام عليكم بربي ستيكه ماء. قال لي ما عنديش. وانا نشوف في ستيكه الماء قدامي محطوطين غاديك ستيكات في القاع. اخويا قلت له عندك الماء؟ تلفت لي هكا وشرع بكرتوشه الدخان باش يصرفقني به. بعد غزل يقول لك اخي مش انت كصبر يا هذاك نتاع جوهره فاهم؟ ايه والله انا هو. قلت له والله قلع قلتك والله. عندك بصراحه ضربات هكا وفازات ضحكني، والله ضحكني قل والله تقتلني بالضحك. رانا نبداو نتعشاو في الدار انا والمدام هكا ونحطوا فيديوهات نبداو شيخين عليك بالضحك، نضحكوا عليك نضحكوا عليك. عاشك قلت له عاشك والله بارك الله فيك، تتعشاو انت والمدام ميتين عليا بالضحك كم يا عامليني باهي اخوي صح عليك وكهو. عندك ما؟ قلت بربي عندي. قال لي هز قد ما تحب ستيكه. قلت له ستيكه واحده بحسب ما يضبطه الدستور. هز. قال لي انت زو ستيكات انت. انتم عاد جماعه الاعلام. قال لي انتم انتم شبينا؟ قلت له جماعه الاعلام. قال لي انتم شنو؟ قلت له قال لي انتم جماعه الاعلام. تو وقتاش؟ قال لي وقتاش تعمل لنا هكا وان مان شو كيما لوت في العبد اللي بجاه ربي؟ هاني قلت له بعثت النص للنقابات الامنيه واول ما يجاوبوني ان شاء الله تنقول لك. اما شايحه اخويا، شايحه من جميع النواحي. الأفكار شايحة، الأخلاق شايحة، الوطنية شايحة، الدبلوماسية شايحة، الميزانية شايحة، الشهرية شايحة، الحلول الاقتصادية شايحة، التظاهرات الثقافية شايحة، البلاد الكل شايحة. حتى لين يجي نهار ويروينا ربي إن شاء الله، وأنا هاني صابر وبره.